يلعب الأمامية ولكن الرأسية تاني وتالت ورابع دفاعية. رمضان ربيع الأمامية عند باتريك أودو لوحده تماما، عمل سبرنت وطالع محمد عواد، باتريك أودو يا راجل تقف الكرة تحت رجله، يرجع تاني ويعمل كنترول، لكن الضغط بقى كتير عليه ويقع على الأرض. هل لعيبة الإسماعيلي هتطلع كورة؟ ما أعتقدش. محمود متولي بيقول لعواد مالناش دعوة بيه، سيبه الجهاز الطبي ينزل له، كان ممكن يحطها بشكل أفضل من كده. يعني أعتقد خروج خاطئ من محمد عواد، لأن اللاعب كان لسه بدري وكان شريف حازم قرب له.